قيادة قوات التحالف تؤكد قبولها ما خلصت إليه نتائج التحقيق في حادثة القاعة الكبرى بصنعاء، وأيضا في أهل لهذا المساء دراسة تطوير عقوبات الأحداث وعزل الموظف المسرب للوثائق حتى انتهاء المسألة. وعقلاء الإعلام السعودي والمصري يسكتون الأبواق الإعلامية الساعية إلى اختلاق أزمة ما بين الشقيقتين، بالإضافة إلى فقراتنا الثابتة كما تعودتم في أهلا. مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، ويا هلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا. نبدأ حلقتنا بهذا الموضوع، حيث أعلنت قيادة قوات التحالف لإعادة الشرعية في اليمن أنها اطلعت على نتائج التحقيق في حادثة القاعة الكبرى بصنعاء، والتي أعلنها فريق التحقيق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن. ويؤكد التحالف أنه يقبل ما خلصت إليه النتائج، وقد بدأ فعليا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق ما ورد من توصيات. نتابع هذا التقرير، بعد ذلك سنعود لإكمال النقاش حول هذا الموضوع. أكد المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أن معلومات خاطئة قدمت من إحدى الجهات التابعة لرئاسة هيئة الأركان اليمنية إلى مركز توجيه العمليات الجوية تؤكد وجود قيادة حوثية مسلحة في موقع محدد في مدينة صنعاء، إلا أن ما اتضح لاحقا هو خلاف ذلك، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ الاستهداف دون الرجوع إلى الجهات المعنية في قوات التحالف لأخذ الموافقة. وحسب ما تبين للفريق أنه لم يكن هناك اتباع للإجراءات الاحترازية وقواعد الاشتباك المعتمدة قبل القيام بمثل هذه العمليات للتأكد من عدم وجود الموقع ضمن المواقع المدنية محظورة الاستهداف. وقيادة التحالف إذ أعلنت ذلك تعرب عن أسفها لهذا الحادث غير المقصود وما نتج عنه من آلام لأسر الضحايا، والذي لا ينسجم مع الأهداف النبيلة للتحالف وعلى رأسها حماية المدنيين وإعادة الأمن والاستقرار لليمن الشقيق. وفي هذا الإطار يقدر الفريق الوازع الإنساني من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بصدور الأمر السامي بنقل المصابين بسرعة إلى أي مكان لتلقي العلاج. للحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا في الاستديو الباحث والمحلل السياسي الأستاذ مبارك العاتي، وسيلتحق بنا إن شاء الله هاتفيا المتحدث باسم الفريق المشترك للتحقيق في حوادث اليمن الأستاذ منصور بن أحمد المنصور. أستاذ مبارك مساك الله بالخير. مساء الخير أستاذ علي، مساء الخير كافة الأخوان المشاهدين. حياك الله. اسمي خالد فسترها. أستاذ خالد عذرا، معروف وجهك. بداية طيب تعليقك على هذا الخبر، نتائج التحقيق اللي أعلنها الفريق المشترك في موضوع القاعة الكبرى بصنعاء، وكذلك يعني تسليم قوات التحالف لما خلصت إليه هذه اللجنة. الحقيقة أن التحالف وهو يعلن على الفور قبوله لنتائج التحقيق تعتبر شجاعة متوقعة من التحالف العربي، أن يقبل بالتقرير، بأن يقبل بنتائج التحقيق وبهذه السرعة في الوقت الذي الحقيقة نشيد بجهود فريق التحقيق الذي أنهى المهمة في خلال أيام من وقوع تلك الحادثة الأليمة، والتي أعتقد أنهم سارعوا زمن لقطع الطريق على أي تدخلات دولية أجنبية كانت تروح في الأفق، خصوصا أننا رأينا
عدد من الأصوات التي اعتلت سواء في واشنطن أو في لندن، والذين كانوا سعوا الحقيقة للتدخل في هذا الموضوع، إلا أن حسم التحالف أمره من خلال المركز المستقل، مركز التحقيقات المستقلة الذي رأسه الأستاذ منصور المنصور، أعتقد أنه كان حاسما في إنهاء هذا الموضوع والقبول السريع من التحالف بالنتاج، علما أن التحالف قبل بمشاركة بعض المحققين البريطانيين والأمريكيين، وحتى هذه اللحظة لا نعلم إن كانوا بالفعل شاركوا أم لا، لكن الحقيقة بالفعل كانت النتائج شبه متوقعة، نتائج هذا التحقيق، إلا أن هناك نوعا من التساؤل الحقيقة الذي ممكن أن نطرحه على الأستاذ منصور. طيب أجل معنا الأستاذ منصور، أستاذ منصور بن أحمد المنصور المتحدث باسم الفريق المشترك للتحقيق في حوادث اليمن. أستاذ منصور مساك الله بالخير. مساك الله بالخير، شكرا لتجاوبك معنا. بداية، ما هو تعليقك على أو تعليق قوات التحالف بعد وقوع هذا الحادث واللي أودت بحياة عدد من الأشخاص، يعني المدنيين سأل الله لهم يعني الرحمة والمغفرة وأن يعافي مصابهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا كفريق الفريق المشترك لتقييم الحوادث يأسف طبعا وقوع مثل هذه الحوادث اللي أودت بحياة عدد من الأشخاص المدنيين ووقوع إصابات فيما بينهم، نسأل الله لهم الرحمة والشفاء العاجل للمصابين، ونثمن طبعا المبادرة من خلال الأمر السامي لخادم الحرمين الشريفين في موضوع توجيه وتسهيل تلقي العلاج للأشخاص المصابين. حقيقة ما تفضلت فيه وما سألت عنه في موضوع تجاوب قوات التحالف، أولا أود أن أبين بأنني أنا متحدث رسمي باسم فريق تقييم الفريق المشترك لتقييم الحوادث، ونحن طبعا فريق مستقل عن قوات التحالف ولست متحدث رسمي باسم قوات التحالف، لكن من خلال ما تم طرحه في خلال وسائل الإعلام اليوم الرسمية بالمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، طبعا كان هناك ترحيب بالنتائج التي توصل إليها الفريق، وإن هناك مراجعة شاملة راح تكون لقواعد الاشتباك المتعلقة بمثل هذه العمليات العسكرية. وأعتقد أن حتى الجانب اليمني رأس الحكام اليوم أصدرت بيان رسمي بأنه سوف تقوم بالتحقيق بخصوص ما كان بيانه في إعلان الفريق يوم أمس. طيب أستاذ منصور، يعني آلية التحقيق اللي قمتم فيه كيف كانت؟ الأمر الآخر، هل كان هناك فريق أجنبي مثل ما أشار سيد مبارك يعني معكم مشارك في هذه التحقيقات سواء بريطانيين أو أمريكيين أو غيرهم؟ أولا أبين بأن الفريق المشترك لتقييم الحوادث مكون من خبراء عسكريين من قوات التحالف، ولا يوجد لدينا أي خبراء أجانب سواء كانت من دول صديقة كالولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو أي دول أخرى. التحقيق الذي تم من خلال خبراء قانونيين ينتمون إلى قوات التحالف بالإضافة إلى خبراء عسكريين نفس العملية ينتمون إلى قوات التحالف. موضوع الله يسلمك آلية السؤال الثاني، بس لو تعيد الله يخليك، يعني الإجراءات والآليات من خلالها قمتم بالتحقيق؟ طبعا احنا اعتقد انها بعد وقوع الحدث ومن خلال ما تم تناوله في وسائل الاعلام العالميه، باشر الفريق من تلقاء نفسه وطبعا باعتبارنا ذلك من صميم عمله باجراء التحقيق من اللحظات الاولى لوقوع مثل هذه الحوادث. احنا طبعا باشرنا وكان هناك تعاون مثمر حقيقه من قيادة قوات التحالف في توفير جميع المعلومات والمستندات المطلوبه المتعلقه ب الحادثة هذه اللي حدثت، ومن خلالها طبعا احنا كنا متواصلين مع الأطراف والجهات المعنية في هذا الموضوع، وبناء على ما تم تزويدنا وما تحصلنا عليه من أدلة وبراهين توصل فريق إلى النتيجة اللي أعلناها في يوم. طيب أستاذ منصور، في مداخلة من الأستاذ مبارك العاتي معنا في الاستوديو لك. مساء الخير أستاذ منصور، الحقيقة سرنا هذا النجاح السريع والعاجل اللي نتائج التحقيق التي أجريتموها، وبالمناسبة أعلنت وزارة الدفاع اليمنية قبل قليل قبولها أيضا بنتائج التحقيق الذي أعلنتموه.
لكن كان تساؤلي هو هل هذا التحقيق سيكون كافيا عن أي فرق تحقيق أخرى ممكن أن ترسل إلى اليمن، وأنه تكون نتائجه قاطعة ونهائية، أم لا زال هناك فرق تحقيق دولية ربما تصل لليمن؟ طبعا أنا غير معني بالإجابة على هذا السؤال سيد مبارك، لكن احنا نتكلم عن الفريق أدى المهمة على أكمل وجه، وما زلنا نحن مستمرين في إيضاح أي من الملابسات في حال طبعا وجود أي مستجدات جديدة. والفريق طبعا أعتقد بأنه أدى المهمة المطلوبة اللي عليه وبين الحقائق، ولا أعتقد بأن هناك حقائق يعني راح تكون مخفية عن الرأي العام العالمي أكثر من اللي أعلنها الفريق. جميل، شكرا لك سيد منصور بن أحمد منصور المتحدث باسم الفريق المشترك للتحقيق في حوادث اليمن. أتوقع كان في وضوح في الآلية اللي تم فيها هذا التحقيق، ويعني ما توقع في شيء يخبى يعني في الموضوع. بالفعل يبدو من نتائج التحقيق بالفعل المجتمع الدولي رحب أيضا بالنتائج، وكما أشرت أنا سابقا أن وزارة الدفاع اليمنية أيضا رحبت بالنتائج، وأنها ستجري تحقيق داخلي في رئاسة هيئة الأركان اليمنية بناء على نتائج التحقيق الذي أعلن فريق التحقيق المستقل. أعتقد أن هذه الحادثة تتجه للإغلاق، وهذا ما نعمله إن شاء الله تعالى. طيب كيف شفت قيادة قوى التحالف لعادة الشرعية، كيف يعني إعلانها، يعني البيان اللي أظهرته تحدثت عن الخطأ اللي صار، تحدثت عن مسببات هذا الخطأ، عن أنه سيتم محاسبة من كان وراء هذا الخطأ، أو أنه قد يعني بنيت على معلومات خاطئة كانت قد يعني وجهت لهم؟ بالفعل الحقيقة أنا أعجبني أنهم سارعوا للتفاعل مع الحادث ولم يلتزموا الصمت، وهذا ما كنا نخشاه، لكن سارعوا لإعلان الحادث وللملابسات التي قد تصاحبه، وأنه قد كون فريق أيضا قبل عدة أشهر، هذا الفريق كان مكون منذ عدة أشهر، وأنه أوكلت إليه مهمة التحقيق. أعتقد أن قيادة التحالف كانت تتعامل بشكل احترافي تماما من خلال الإعلان المتواصل والتفاعل المتواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية، وأؤكد على هذا على هذا الموضوع، ولأن هذا هو ما يوصل صوت التحالف إلى واشنطن وإلى كل العواصم الدولية الفاعلة. ولعلنا بالمناسبة اليوم وقبل أن ندخل كان هناك مؤتمر صحفي لوزير خارجية البريطاني، استضاف معالي وزير خارجية الجبير ووزير خارجية الأمريكي، وفي نهاية المؤتمر أكدوا على وجوب إيقاف إطلاق النار خلال الاثنين أو الثلاثاء القادم، مما يؤكد أن المجتمع الدولي يتجه للتدخل بشكل فاعل في هذا الملف. الحقيقة ليس حبا في أمن المملكة العربية السعودية وليس حبا في أمن الأخوة اليمنيين، بقدر ما هو الصعود على الجدار، لأنهم أدركوا أن التحالف بالفعل من خلال تغيير استراتيجيته مؤخرا من خلال دخول عبر صعدة واستيلائه اليوم على كتاف وقربه من قلب صعدة، يعتبر حقيقة قرب لإعلان السيطرة على معقل تمرد الحوثي. طيب احنا بنحكي أكثر عن هالموضوع وأتوقع بعطيه جزئية أكبر، بس خلينا نقفل ملف التحقيقات. يعني هل تتوقع، أعلنت النتائج التحقيق، لكن هل تتوقع أن كان في هناك معلومات خاطئة فعلا مثل ما أعلن قدمت من إحدى الجهات التابعة لرئاسة هيئة الأركان اليمنية إلى العمليات الجوية؟ هل يتوقع أنه كان في أحد وراء هذا الموضوع، خاصة كان مجلس عزاء ولقبيلة من أعرق القبائل اليمنية يعني كانت مجتمعة فيه؟ هل يعني ما نريد نتحدث، يعني هل تتوقع أن فيه يعني دبر أمرا ما في هذا الأمر؟ الحقيقة أخي خالد، هناك بعض الحوادث التي جرت في أثناء سير عمليات عاصفة الحزم ومن ثم إعادة الأمل تثبت لأنه ممكن أن يكون هناك نوعا من التواطؤ بعض العناصر المحسوبة على الشرعية أو المحسوبة على التمرد. ولعل أدل من ذلك عندما استهدف العقيد السيان رحمه الله الشهيد السيان والعقيدة الإماراتي، واستهدفت أيضا المخيم المعسكر الجيش الإماراتي في مأرب، المؤكد أن هناك حالة حرب، فهي تحتمل وجود تواطئ نوعا ما، خصوصا أن اليمن بلد قبلي وبلد سلاح وبلد مختلف الأعراق، حتى ولو كان قبليا أو عربي لكن أيضا مختلف الأعراق، وضرب الفقر في أعماق اليمن، مما يؤكد
احتمالية وجود تواطؤ، لا أريد أن أسميها خيانة بقدر ما يكون هناك احتمالية وجود تواطؤ في 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 بعض عناصر المحسوبة على هيئة الأركان اليمنية أو وزارة الدفاع اليمنية. والدليل على ذلك أنهم عندما سربوا الرقم الإحداثي للعملية إلى غرفة العمليات في 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 اليمن، كان هناك إلحاح على وجوب تنفيذ العملية بأقصى سرعة، مقنعين غرفة العمليات بأن هناك هدف حوثي ثمين، مما يؤكد أن هناك نوعا من الريبة حول عملية استصدار قرار القصف. ولازلنا نتساءل، وهذا وأنا أعتقد أن الطائرة التي نفذت تلقت الأوامر وكأنها أقلعت من قاعدة العند، يبدو ذلك، أو أن حتى ولو كانت متواجدة في أجواء صنعاء، لكن يبدو أن أعطيت الرقم وأن هناك هدف ثمين حوثي أو قيادات حوثية. ونحن نعلم أن التحالف يحاول من خلال سير عملية تجنب التجمعات المدنية، ورأينا أنه يخسر مئات بل ملايين الريالات على الأسلحة التي يقصف بها، مجرد أرقام حتى يتحاشى تواجد المدنيين، وكان يوزع المنشورات وينثر المنشورات على التجمعات المدنية حتى يتم تلافي قصف هذه التجمعات الميدانية، حتى أنه رصدت مخازن أسلحة تحت مستشفيات وتحت أماكن أثرية وتحت دور عبادة في صنعاء، وتم تلاشي قصفها لتواجد المدنيين هناك. المؤكد أن التحالف يسعى إلى تجنب قصف تجمع المدنيين، وأن هذا القصف المؤخر عليه أكثر من علامة استفهام، ويثبت أن هناك نوعا ما من تصفية الحسابات بين الشخصيات القيادية، سواء محسوبة على التحالف أو محسوبة على الشرعية اليمنية أو محسوبة على تمرد الحوثي وعلى عبد الله صالح والنزاع القبلي بينهم. طيب سنبرك، خلنا نعود إلى المشهد اليمني بشكل عام. اليوم وزير الخارجية الأمريكي والبريطاني دعوا إلى وقف إطلاق النار. أرجع لتعليقك المقتضب قبل قليل اللي أريد منك أن تفصل فيه أكثر. المشهد على أرض الواقع أن هناك تقدم لقوات التحالف يعني باتجاه صعدة والاقتراب من صعدة وتحرير صعدة كذلك، ويعني تمهيد الطريق إلى صنعاء، في حراك على أرض الواقع، ويمكن حتى شفنا يعني ردود الأفعال كذلك الحوثيين كذلك وقوى يعني والمخلوع علي عبد الله صالح. الحديث أنه لماذا دعوا إلى وقف إطلاق النار في مثل هذا الوقت بالتحديد؟ جميل، هذه أكبر علامة استفهام تدور الآن في الأوساط السياسية. الحقيقة الآن نحن نعلم أن التحالف على أبواب صنعاء الشرقية، وهناك ما يقل عن 22 ألف رجل مدرب على أهبة الاستعداد لاقتحام صنعاء، وتم السيطرة على جبال نهم وعلى كل الممرات الشرقية، وبالتكاتف مع معظم القبائل اليمنية داخل صنعاء. هناك اتفاق على أن سيكون هناك ساعة صفر محددة، لكن الجميع ينتظر متى تحين هذه الساعة. لكن من قراءتي وبعد إطلاق الصاروخ على مدينة الطائف، أعتقد أن التحالف الحوثي قد انتحر بصعدة، قد قدم صعدة للتحالف العربي. وأعتقد أنه منذ أن طلق الصاروخ إلى الطائف والتحالف قد اتخذ قرار تحرير صعدة، لأن تحرير صنعاء وجبال صنعاء، رغم أن صعدة جغرافيا أصعب من صنعاء، لكن صعدة جغرافيا تبعد عن مدينة جازان السعودية ما لا يقل عن 250 كيلومتر، مما يؤكد أنها أقرب المدن اليمنية إلى الحدود المملكة العربية السعودية. فلذلك أعتقد أن الاستراتيجية طورت، ولا أقول اختلفت أو تغيرت، بل طورت بحيث يكون هناك توغل من معقل التمرد الحوثي نفسه من خلال صعدة. وأعتقد أنه سيطر على مطار البقع أمس وقبل أمس، واليوم تم تحرير مدينة كتاف، وهي تبعد ما لا يقل أقل تقريبا 100 كيلو عن عمق صعدة. أود هنا التأكيد أخي خالد، يجب على التحالف مسارعة تحرير صعدة قبل أن يضغط المجتمع الدولي لإيقاف الحرب، لتكون صعدة أشبه ما يكون بالحزام الأمني بين الحدود المملكة العربية السعودية وبين صنعاء، لتكون صعدة بالفعل مجال جوي يمنع منعا باتا الاقتراب منه حتى تأمن حدود المملكة العربية السعودية، خصوصا أن معظم المراكز الحدودية الآن التي على حدود المملكة مع اليمن قد سلمت للشرعية وللجيش اليمني المدرب. فلذلك نراهن كثيرا
كثيرا ونتفائل على قرب تحرير الصعدة مع الإبقاء على مرحلة الزمن إذا كان سيسعف الزمن لتحرير صنعاء أم لا. أعتقد أن النوايا موجودة لكن التدخلات الدولية مريبة جدا ومحاولة الارتقاء على جدار النجاح الذي يحققه التحالف بات واضحا الآن في وسائل الإعلام، والمؤتمر الصحفي كان واضح وفاضح أيضا لنوايا واشنطن ولنوايا لندن بخصوص إيقاف نجاح المملكة العربية السعودية وإيقاف نجاح التحالف في إنهاء تمرد الحوثي. شكرا لك أستاذ مبارك العاتي الباحث والمحلل السياسي، يعطيك العافية. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعد الفاصل نعود لكم. يا هلا فيكم من جديد. تدرس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مشروعا متكاملا لتطوير تنفيذ عقوبات الأحداث بدور الرعاية بديلا عن السجن، ومن المفترض أن يسهم في تطوير أساليب التعامل مع الأحداث الذين يرتكبون أعمالا إجرامية وإعادتهم إلى الطريق السليم. في جانب آخر، أقرت الوزارة الأنظمة واللوائح التنفيذية لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية، والذي أقر أخيرا على إيقاف أي موظف عام أو من في حكم يقوم أو يشتبه بقيامه بنشر وثيقة سرية أو إفشاء معلومة سرية متعلقة بعمله عن مزاولة أي مهام تتعلق بالوثائق السرية إلى حين استكمال إجراءات المساءلة التأديبية. للحديث عن هذين الموضوعين، تطوير عقوبات الأحداث وكذلك القرار الذي نص على عزل موظف المسرب الوثائق حتى انتهاء المساءلة، ينضم معنا في الاستوديو القناة في جدة عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا الدكتور إبراهيم الأبادي. دكتور مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور أنت وأخي خالد والمشاهدين الكرام، حياك الله معنا. دكتور، بداية يعني هل في حدود الشريعة يعني ما يتوافق أو مثلا صدر عبر الفقهاء كعقوبة بديلة وتأديبية؟ يعني لو تطلعنا على تاريخ هذا النظام أو القانون اللي سيتم سنه، يعني نتكلم عن الأحداث سواء كانوا من الذكور أو الإناث. شوف، الشريعة الإسلامية دائما تواقة إلى عدم العقوبة، يعني هذه قاعدة عامة. يعني حتى شوف الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، هذه برضو أيضا من القواعد العامة. غير الحدود المقدرة شرعا، تركت الشريعة الإسلامية للقضاء الاجتهاد في هذه المسألة، فللقاضي في كل مسألة من المسائل أن يوقع العقوبة المناسبة التي تردع هذا الشخص وتزجر غيره عن ارتكاب هذا الفعل مرة أخرى مهما كانت. يعني ليست العقوبات فقط اللي هي جلد وسجن أو غرامة، لا، هنالك عقوبات أخرى. يعني مثلا نحن في صدر الإسلام أيام عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت هنالك مثلا عقوبات خدمة اجتماعية، هذه تعتبر نوع من ليست، ما نقول إنها عقوبة بمعنى عقوبة، هي نوع من التأديب. ما دام انه الشخص، احيانا بعض الاشخاص ينزجرون فقط بمجرد علمهم ان هذا الامر امر غير مناسب او يخالف الشرع او يخالف المجتمع او العرف او الامور هذه كلها. طبعا وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه حين المشروع ده كان مشروع قديم، وحقيقة عملت عليه دراسات يمكن من اكثر من 10 سنوات. نعم. وانا قلت تاخر كثيرا صدور هذا النظام، وإلى الآن طبعا ما صدر، إلى الآن هي مجرد يعتبر ما زال مشروع. الأحداث الصغار طبعا، يعني كل طفل من سن 7 سنوات من يرتكب أي فعل من الأفعال المجرمة سواء محرمة شرعا أو مجرمة نظاما، كيف تكون معاقبته؟ هل مثلا نأتي بطفل عمره 7 سنوات ونعاقبه ونجلده، أو عمره 10 سنوات أو 12 سنة؟ طبعا النظام مش يقول، أو هنالك تعاميم عندنا بالنسبة للتعامل مع هؤلاء الأحداث.
من سن 7 سنوات إلى سن 12 سنة لا يمكن إيقاع عقوبات عليهم. عقوبات طبعا يجب أن يؤتى بأولياء أمورهم أو القائمين عليهم، ومن ثم يعني تنبيههم أو توبيخهم أو إيقاع مثلا اللي هي لو أتلف شيئا فعل وليه أن يكفل هذا الأمر أو أن يدفع ما أتلفه هذا الطفل، لأنه هو الذي يرعاه وهو اللي واجب عليه محافظة. طيب يعني سجنهم يعني أنا أقول لك بس تدرجت إلى أنا طيب أنا سجنهم في المسائل أنا معك عشان ندخل في نعم في طيب سجنهم في دور الأحداث فضل. يعني سجنهم في دور الأحداث يعني معناته الآن بيكون في عقوبات بديلة عن أنهم يسجنون في دور الأحداث. وحنا ممكن ياما سمعنا قصص يعني ربما أحداث كثيرة حدثت في دور الأحداث. نعم صحيح صحيح. شوف الـ 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 السجن بمعناه السجن الحالي يعني دار الأحداث ليست سجن بالمعنى المفهوم الذي يعرفه كثير من الناس. سجن دار الملاحظة يسموه دار الملاحظة الاجتماعية. دار الملاحظة الاجتماعية وهي دار له نظامه الخاص كأنه بيت وعليه مشرفين ويعني وعليه رقابة. الدار قد تحدث فيه إشكاليات وهنالك طبعا نحن نقول الأفضل أن يكون هنالك عقوبات بديلة. ليش؟ لأن أنت بتجمع مجموعة من الأشخاص قد يكونوا منحرفين سلوكيا أو عندهم عدم انضباط في مسائل السلوك أو عندهم دوافع أو مثلا عندهم اندفاع لناحية الجريمة، فبالتالي من يدخل سيتعلم فبالتالي أيهما أولى أن أعطي أن مثلا أجعله في هذه الدار يبقى فيها ثم يتعلم بعض العلوم يعني التي تسيء له وتسيء للمجتمع، أم أنني أخرجه للمجتمع ومن ثم أعطيه بعض المهام التي يتعلم منها، كمثلا السارق من سرق سرقة غير حدية أو لا ينطبق عليه الحد إيش أسوي له؟ أخليه يروح يعمل، أشوف له مجال وظيفة يعمل أو أشوف له مورد دخل، تعال يا ابني مثلا ادخل المؤسسة الفلانية واعمل فيها بأي طريقة. صحيح نحن الأطفال الصغار لا يمكن تكليفهم بأعمال مهنية قاسية لا، لكن مثلا تعال خذ الأوراق هذه كنوع صور اعمل يعني ويستفيد منها منها اجتماعيا يتدرب على مسائل العمل. طيب هذه نوع من انواع العقوبات. طيب بتكلم عن العقوبات بديه بس الاحداث يعني صغار السن اللي قلت من 7 سنوات الى 13 سنه تقريبا من الذكور والاناث، يعني يمكن في هناك اجراءات كثيره في التعامل معهم، نقلهم، التحقيق معهم. هم عاده ما يكونون في مثل هذا العمر عرضه يعني للاستغلال. لو تعرفنا قانونيا على الاجراءات المتبعه مثلا من بدء القبض عليهم، القبض على الحدث. نعم، شوف لا يمكن القبض على الحدث بدون وجود ولي أمره. يجب أن مثلا إذا ارتكب هذا الحدث من هو الحدث في النظام؟ من لم يبلغ سن 18، أي شخص في خلال هذا في السن هذا من لم يبلغ سن 18 فهو من الأحداث. الأشخاص هؤلاء الأحداث لا يمكن إيقافهم على الإطلاق إلا بأوامر محددة ولهم نظام في الإيقاف، ولا يوقفون إلا في دار الملاحظة فقط. الشرطة لا تستطيع، جهات التنفيذ لا تستطيع، هي التحقيق ولا أي جهة كانت، هنالك أوامر ملكية صادرة بهذا الشأن. ماذا نقول؟ كيف يمكن القبض عليه؟ يمكن القبض عليه يجب أن يكون بحضور والده، بحضور الجهة المختصة لرعايتهم وهي دار الملاحظة الاجتماعية، ولا يمكن أيضا حتى سؤالهم أو التحقيق معهم إلا بوجود تقرير عن حالة هذا الشخص، هذا الطفل، هذا الحدث. يجب أن يكون هناك تقرير من الأخصائي الاجتماعي في دار الملاحظة الاجتماعية هل يمكن التحقيق معه أم لا. ولا ينفرد المحقق مهما كانت الجريمة، لا ينفرد المحقق بالتحقيق مع هذا الحدث. جميل. حتى لو تجاوز 12 حتى 15 16 17 سنة لا يمكن الانفراد، لأنه لهم نظامهم الخاص. تعرف هذول يعني أحداث صغار في السن يتأثرون، ليس لهم إرادة كاملة، فبالتالي يجب أن نحافظ على حقوقهم، وهذا حق من حقوقهم كفله لهم النظام.
أيضا كمان في مسألة أخرى، نحن نقول فقط نحن أساس نظامنا إيش هو؟ الشريعة الإسلامية. نعم. الشريعة الإسلامية ماذا قالت؟ أن هؤلاء الأطفال يجب أن يعاملوا في مسألة التمييز، ولا يمكن مساءلتهم ولا إقامة حد عليهم ما لم يبلغوا. وحددت طبعا الأنظمة سن البلوغ المفترض اللي هو سن 15. فمن يرتكب أي جرم من الجرائم لا يجب إقامة عليه بعض العقوبات أو الحدود أو الأمور هذه. طيب. فبالتالي لهم استثناءات. مكان إيقافهم، خلي بس أقول لك عشان هي مسألة العمر. إيه. مكان إيقافهم طبعا كما قلنا اللي هو الدار، يعتبر الدار وليست سجنا. ولا يمكن نقلهم إلى السجن حتى لتنفيذ أي عقوبة من العقوبات. إذا كان هنالك عقوبة تقام عليهم هناك في ذلك المكان أو كما نص عليه الحكم. جميل. طيب. أيضا مسألة أخرى، شوف المراعاة في مراعاة لحالهم في مسألة العقوبات، يعني هنالك قاضي خاص بهم للأحداث، لهم قاضي خاص. هذا القاضي الخاص يذهب إليهم في الدار ويبحث قضاياهم وينظر قضاياهم ويصدر أحكام عليهم في مكانهم، إلا طبعا بعض القضايا الموجبة للقتل أو للقطع أو بعض هذه الأمور. هذه مستثناة من القاعدة. طيب واضح يا دكتور، وأنا أتمنى الحقيقة أن يشرع هذا النظام، نظام العقوبات البديلة للأحداث. يعني تكدست دور الأحداث بهؤلاء الصغار السن، ويمكن نسمع عن قصص كثيرة لبعض الأشياء اللي قاعدة تصير في دور الأحداث، فنتمنى أن يكون فيه يعني إعادة نظر وتفعيل حتى الموضوع العقوبات البديلة، وكذلك تفعيل المتابعة والمراقبة في دور الأحداث على وجه التحديد. طيب دكتور، خليني أنتقل لموضوع ثاني ما يتعلق بالوثائق، يعني أو نشر الوثائق وتسريبها اللي أعلن عنها، يعني عندما يقوم موظف الدولة بنشر أو تسريب هذه الوثائق. نبغى نتكلم قبل ما نتكلم عن العقوبة عن خطورة هذا الموضوع، يعني والضرر اللي يمكن يحدث بسبب تسريب وثائق حكومية. شوف الوثائق المقصود بها يعني ليست أي وثيقة، في بعض الوثائق يعني مفتوحة لأي شخص له حق الاطلاع عليها، لكن المقصود بها الوثائق السرية فقط. هذا النظام اللي هو الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم 35 عام 32 هجرية. ماذا قال هذا النظام؟ النظام ذكر ونص على أن إفشاء الأسرار، هذه المستندات التي تحوي أسرارا خاصة بالدولة، وإفشاء هذه الأسرار يضر بأمن البلاد وباقتصادها وبشأنها الاجتماعي. طبعا سواء هذه، نحن نقول هذه الوثائق السرية عشان بس نعرفها للناس. هذه الوثيقة السرية يعني قد تكون صادرة من الدولة وقد تكون وردت إلى الدولة. يعني لا يكون الواحد يقول لا هذه وثيقة ما هي خاصة بالدولة. لا، أنت تقصد أي جهاز؟ تقصد أي جهاز الدولة؟ أي جهاز حكومي في الدولة، أي وزارة، أي هيئة حكومية كذلك، أي جهاز. نعم. أي جهاز حكومي. فبالتالي تسريب هذه الوثائق حقيقة، شوف نحن وسائل التواصل الاجتماعي الكثيرة الآن عجت وضجت بكلام كثير، يعني وكثيرا مما يتناقل في هذه الوسائل، نقول 70% وفق الإحصائيات كلها إشاعات. أحيانا تجيك مثلا نحن نشوف مثلا تعميم صادر مثلا من الوزارة الفلانية والإدارة الفلانية، ويكون عاملينها بطريقة فوتوشوب. وهذا يعني تداول مثل هذه الأمور يوجب عقوبات. هنا يتداخل نظامين في هذه المسألة. وأنا حقيقة أحب أن يعني أنبه السادة المشاهدين الكرام إنه الوثائق هذه إن كانت صحيحة فلها عقوبة، وإن لم تكن صحيحة أيضا لها عقوبة اللي هي ينطبق عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. أن ننشر شوف نشر الكلام الغير صحيح أو الذي يضر بالمصلحة العامة أو بالأمن الوطني أو حتى يضر بالأشخاص، الأشخاص بأشخاصهم المنفردين، أيضا هذا النظام نظم هذا الأمر وجعل أن هنالك من ينتهك هذه الخصوصيات. نعم. عليهم أيضا عقوبات. نرجع مرة ثانية عشان بس حبيت أربط بين النظامين، هو نشر الوثائق اللي هو ما يخص الدولة. نعم. كم دقيقة عندنا عشان بس كلام طويل في الموضوع؟ وقتنا خلص، بس أنا أبيك تختصر لي إياها باختصار، يعني العقوبة اللي تطبق على من ينشر وثائق. يعني شوف العقوب، نعم، من ينشر وثائق 20 سنة سجن. تخيل
20 سنة إضافة إلى العقوبة المالية التي تجاوز 10 مليون ريال. يعني عقوبة كبيرة، ومن يتعمد نشر هذا ويكون له ارتباطات لمخططات تتضاعف عليه العقوبة. يعني أمر يعني لا يمكن، يعني يجب التنبيه عليه. أيضا حتى من يتعامل في مسألة لو كانت الوثيقة غير صحيحة عليه 5 سنوات سجن و3 مليون ريال غرامة. شكرا دكتور إبراهيم العبادي. أنا هذه الإضافة القانونية والتوضيح، الله يعطيك العافية. الآن يمكن عندنا فاصل قصير، وبعد الفاصل سنعود لكم. يا أهلا فيكم من جديد. نبدأ الآن فقرة رصدنا الصحفي لمقالات الرأي العام من خلال رصدنا المقال الأكثر قراءة على مواقع الإنترنت، كذلك المقال الذي حظي بأكبر عدد من تعليقات القراء، بالإضافة إلى المقال الذي اختاره لكم فريق هلا من الصحافة السعودية. نتابع. المقال الأكثر قراءة من صحيفة عكاظ للكاتب خلف الحربي بعنوان هياكل، يقول: تابعت حملة المقاطعة التي قام بها عدد هائل من المواطنين ضد إحدى الشركات الكبرى، وجلست أنتظر مشاركة جمعية حماية المستهلك في هذه الحملة، ولو من باب إثبات الوجود كي أتأكد فعلا أنها مؤسسة فاعلة لا هيكل فخم يستنزف الأموال العامة دون نتيجة. وبالطبع لم يكن للجمعية أي وجود في هذا الحراك الاجتماعي العفوي كما هو حالها دائما. وأصدقكم القول إنني رغم إعجابي بحملة المقاطعة إلا أنني لم أكن مهتما بها قدر اهتمامي بإحصاء الهياكل غير الفاعلة في وطننا وحجم ضغطها على الإنفاق العام دون نتيجة تذكر. ولعل جمعية حماية المستهلك هي مجرد هيكل صغير إذا ما قرنت بالهياكل العملاقة التي تستنزف عشرات الملايين من الريالات دون معنى. وللتوضيح فإن الهيكل يختلف عن المؤسسة الحقيقية في كونه مبنى بلا معنى، وفي أزمة التقشف تتحول الهياكل الفاخرة ورما كبيرا لا يمكن إخفاؤه بسهولة، حيث تمر السيارات مسرعة أمام ببان فاخرة لا يكاد يدخلها أحد، مثل الحوار الوطني، هيئة الصحفيين، هيئة حقوق الإنسان. تفكر في الوقت الذي استغرقه المهندسون في الخروج بتصميمات متفردة حيث حاسبوا كل شيء، القاعات المكيفة المزودة بأحدث أنظمة الصوت، والممرات ذات الديكورات المستمدة من التراث، وحتى مواقف السيارات الكافية لزوار لم يحضروا أبدا، هذا بخلاف كلفة الموظفين ومواقع الإنترنت وحفلات الشاي وتذاكر الطائرات. المقال الأكثر تعليقا من صحيفة الوطن للكاتب عبد الله فدعك بعنوان لا يريدونها أندلسا ثانية، يقول: البرماويون لمن لا يعرفهم هم السكان الأصليون لمملكة أراكان التي تقع جنوب شرق آسيا بجانب الصين والهند وتايلاند وبنغلاديش. عام 1784 للميلاد احتل أراكان الملك البوذي بوداباي وضم الإقليم لبورما خوفا من انتشار الإسلام. وعام 1824 ميلادية احتلت بريطانيا بورما وضمتها لحكومة الهند البريطانية. هجرة البرماويين الجماعية للمملكة بدأت في الخمسينات الميلادية على مراحل أربع، أولها بين عامي 49 و51 في عهد جلالة الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله، ومنحتهم الحكومة حينها إقامات بمهنة مجاور للعبادة. وحسب المصادر المدققة يصل عدد البرماويين في المملكة اليوم إلى 300,000 نسمة، 75% منهم ولدوا هنا وأغلبهم كانوا بالوثائق النظامية، والحكومة مشكورة أنهت تصحيح أوضاعهم ومنحتهم ما يكفر لهم العيش الكريم. وكمثال رقمي، بلغ عدد المستفيدين من التصحيح منذ انطلاق البرنامج في 1434 حتى 1437 نحو 249,938 برماوية بإقامات رسمية مجانية تحملتها الدولة. قبل أسابيع سنحت لي فرصة لقاء علمي مع شخصية ميانمارية مسلمة تعيش هناك، وعرفت أن أوضاع المسلمين الذين يبلغ عددهم ما بين الرسمي والتقديري من 3 إلى 8 ملايين نسمة، وإن كانت
تتجه للتحسن الطفيف بعد المجازر المعروفة، إلا أن المجموعات المتطرفة ما زالت تقوم بإفساد كل شيء يؤدي للسلام. ولجعل المستقبل أفضل، فإنهم ينتظرون توصيل صوتهم لكل العالم وتنشيط قضيتهم وتفعيل حقوقهم قبل أن تكون بورما كما قال أندلس ثانية. المقال الذي اختاره لكم فريق يا هلا من صحيفة الحياة للكاتب جمال خاشقجي بعنوان رؤية مواطن 2030 الوظيفة، يقول: احترت فيما إذا كان ينبغي أن تسبق الوظيفة السكن، فمن دونها لا يتوفر الدخل الذي يمكن للمواطن أن يحصل به على السكن ولا التعليم الجيد أو العلاج المفترض وبقية ما في القائمة من مطالب. ولكن من الممكن أن يتحصل المواطن على سكن قبل الوظيفة، وذلك من خلال مشاريع الإسكان الخيرية المتعددة التي تقوم بها جهات حكومية أو أفراد. وهذا ليس بالحل الجيد لبناء اقتصاد إنتاجي، وإن كان مقبولا أو حتى لازما في مجتمع متراحم، ولكن يجب أن تسعى الدولة لعدم التوسع به، أو أن يكون على الأقل قاعدة تحفز من قنع به للخروج من دائرته الضيقة إلى دائرة الكسب الفسيحة. كما أن الوظيفة متداخلة مع التعليم والعلاج، فكلما ارتفع منسوب الاثنين ارتفع معهما منسوب الدخل وجودة الوظيفة. ولكن قبل لوم المواطن على أنه عاطل أو لا يسعى لوظيفة أفضل ولا يتمتع بالتدريب الكافي ولا التعليم المناسب، وكليهما من مسؤوليات الدولة توفيرهما وإصلاحهما، فإن على الدولة أولا إصلاح بيئة العمل بتحرير السوق من سيطرة العمالة الوافدة. هذه العمالة شوهت بيئة العمل للمواطن وخلقت ظروفا لا تناسبه، وما نزال مختلفين في ذلك، فحال الإدمان عليها جعلت قطاع الأعمال والموظفين يؤمنون بأن لا فك منهم. فاصل قصير وبعد الفاصل نعود لكم. يا أهلا فيكم من جديد. موضوعنا القادم يعني عن موضوع أتوقع أنه جدا مهم نتحدث عنه، حيث برز يمكن على السطح تباين في وجهات النظر ما بين المملكة العربية السعودية ومصر تجاه الملف السوري على وجه التحديد في الفترة الماضية. الأمر هذا يمكن انعكس على العديد من المحللين السياسيين والكتاب تحليل وقراءة المشهد السعودي المصري سياسيا، لكن في زمرة حاولت إذكاء الاختلاف السياسي وتحويله واستخدامه لتعبئة الشعبين واستعداء القيادتين لبعضهم البعض. في المقابل حتى نكون منصفين، ظهرت العديد من الأصوات الرزينة والمتعقلة يعني حول هذا الموضوع للتعليق على هذا المشهد. احنا رصدنا يمكن لكم مقال للكاتب المصري مجدي الجلاد واللي نشرته صحيفة المصري اليوم. خلونا قبل ما نتكلم عن هالموضوع وعن الأبواق اللي حاولت إذكاء الفتنة نتابع مقتطفات من هذا المقال. أسأل نفسي دائما لماذا ننساق كالقطيع الغوغائي وراء موجة حمقاء، ثم لا ننبث أن نسترد عقولنا ونكشف هول وسذاجة ما فعلناه، في ظن أننا نغمض أعيننا كثيرا عن حقائق الحياة ونمشي دون رؤية وراء أنصاف المتعلمين ومعدومي الثقافة والموهبة. يحدث ذلك الآن بين القاهرة والرياض. لا يعرف مصر الحقيقية سوى عقل واع وقلب ينبض بالخير، ولا يدرك قيمة السعودية إلا عين ثاقبة وسريرة صافية. ويتابع في مقاله: أنت غاضب ممن يحكمون مصر، وأنت حانق على من يقودون السعودية، رغم أنكما مصير واحد. يمكنك أن تشتم وتسب الطرف الآخر، ما أسهل أن تنفعل وتعاير، وما أصعب أن تنظر بداخلك، فحتما ستجد جينا واحدا ومشتركا، وقطعا ستفتح باب بيتك لتلقي السلام على جارك، ستجده في القاهرة سعوديا وفي جدة مصريا. إذن اقتله بغضبك، ولكن بعد أن تلقي عليه السلام.
السلام عليكم يا أهل مصر والسعودية، سلام إبراهيم أبو الأنبياء، وسلام إسماعيل ويعقوب وإسحاق وموسى وعيسى، سلام الخاتم الأمين محمد صلى الله وسلم عليهم جميعا. أنت لا تعرف مصر جيدا لأنك ببساطة شديدة قرأت وشاهدت واستمعت لأبواق إعلامية سلخت عن عروبتها، وأنت لا تعرف السعودية أصلا لأنك ببساطة أشد أعطيت عقلك لأصوات وأقلام ينطبق عليها قول المتنبي لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. ويضيف: أنت لا تعرف أن السعودية ليست برميل نفط كبيرا كما يصور لك بعض إعلامك الجاهل، السعودية مهبط الوحي وفيها بيت الله الحرام قبلة صلواتك ودعائك وإليها تهف القلوب، وفيها الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومن منا لا يحلم بأن يدفن في البقيع بجوار صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. أنت لا تعرف أن السعودية ليست خزينة دولارات وريالات، السعودية دولة كبيرة ومجتمع له جذور ضاربة في عمق التاريخ، لم يقل لك أحد إنها أرض فكر ثقافة وعلم وفن أيضا، لم تسمع طبعا عن حمد الجاسر المفكر والعالم والباحث السعودي الذي كان عضوا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ولا عن أحمد السباعي شيخ المؤرخين السعوديين والأديب والقص والتربوي الرائد، ولا عن الروائي العالمي عبد الرحمن منيف. وبعد أن سرد مجموعة من الأعلام السعوديين يضيف: السعوديون يحملون لمصر عشقا لا نفهمه لأنه عشق للماضي الجميل، حين كانوا يطربون لصوت أم كلثوم دون أن تعايرهم بل تغني لشاعرهم الكبير عبد الله الفيصل ثورة الشك، ويتهافتون على شرائط الفيديو لروائع السينما المصرية دون أن يقول لهم أحد نحن وأنتم، لأنه كان زمن الفيس الراقي وليس الفيسبوك القبيح. أنت لا تعرف الملك فيصل وما فعله في حرب أكتوبر، أنت لا تعرف ذلك وأكثر لأنك تقرأ وتسمع وتشاهد مسلوخ الجهل والنفاق، ثم إنك قطعا تضرب كفا على كف حين ترجع بالذاكرة قليلا وقليلا جدا لعدة أشهر، فتجد أن نفس الوجوه وذات الأقلام والأصوات كانت تحلف يمين طلاء بأحقية المملكة في جزيرتي تيران وصنافير، وكانوا يقولون قبل أسابيع: للسعودية رجالة اللي يؤفت معانا وقفت رجالة معانا. أنتم نسيم بيان الملك عبد الله يرحمه الله في دعم مصر في 30 من يونيو عام 2013، هم أنفسهم بذات ذواتهم يقولون الآن: المملكة راعية الإرهاب والإرهابيين. أنت لا تعرف مصر جيدا، مصر ليست الأهرامات ولا كورنيش النيل ولا شارعي الهرم وجامعة الدول العربية، مصر الحضارة والثقافة والفكر والفن، مصر التي حاربت وهي تحمل راية كل العرب، مصر الدفء في عز الشتاء والحضن الآمن في الملمات والأزمات. ويختم مقاله قائلا: لا تعايروا مصر بفاقتها فدونها ينهار بيت العرب، ولا تعايروا السعودية بما كان فدونها تسكن الوحشة قلوب العرب، لا حليف إلا الشقيق ولا سند إلا من يجري دمي في عروقه، عيب والله العظيم. لله درك يا مجدي الجلاد، الحقيقة هذا الإعلام المصري الجميل اللي ربما قال الحقيقة في وجود أبواق كانت تحاول أن تذكي الفتنة، يعني ما بين الشعبين والقيادتين السعودية والمصرية، تحدث عن عمق وتاريخ العلاقات السعودية المصرية وعن التاريخ لمصر والتاريخ للسعودية. الموضوع أكبر من أنه يطلع لنا مذيعين ولا كتاب يعني في بعض القنوات المصرية يسيئون للسعودية، تتقلب آرائهم حسب يعني توجهات يعني غريبة، يحاولون أن يذكوا الفتنة ولكن يبقى ما بين السعودية والمصر يعني أكبر بكثير من أن يسيء له مثل هؤلاء أو هذه الأبواق الحقيقة المستأجرة. طيب، معنا للتعليق حول هالموضوع الإعلامي السعودي أحمد ركبان. أحمد، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير وأهلا ومرحبا بك. هذا النموذج الجميل مجدي الجلاد الحقيقة، هذا الإعلام المصري يعني المميز اللي أنصف الحقيقة يعني في ظل وجود أبواق، وفي بعد إعلاميين سعوديين عندنا كثر كانوا مميزين، لكن احنا ديدنا يمكن هذا الأمر لأن ما نسيء للآخرين يعني، وإعلاميين يعني دائما فيهم الرزانة وفيهم التعقل وفيهم الحكمة كذلك. لكن الحديث أنه كيف يمكن فعلا أن نتحدث عن علاقة استراتيجية عميقة تاريخية ما بين مصر والسعودية لا يمكن أن تتأثر بمثل هذه الأبواق؟ في ناس كانوا يقولون ورا ما تردون عليهم، ورا ما يعني نقابل الشتم بما هو أدهى يعني مما يقدمونه، ونشتم كما يشتمون يعني هؤلاء الأبواق اللي في بعض القنوات الخاصة المصرية. أنت شو رأيك؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، يجب أن يدرك المشاهد الكريم أن هناك أكثر من 5000 خبير يعملون في إيران للإضرار بالشرق الأوسط ولخلخلة العلاقات ما بين دول الشرق الأوسط. من هذا المنطلق حاولت إيران في عهد مرسي أن تدخل إيران بطريقة أو بأخرى، إلا أن
السيسي منع هذه الاختراقات عندما حدث تغييرات في السياسة المصرية. الشيء الثاني والأهم من ذلك أن السياسة ما بين مصر والمملكة السعودية على مستوى القيادة يجب أن لا يخوض فيها الشعبين الكريمين سواء المملكة أو مصر، لأن هناك أبعاد وهناك تكتيكات معينة وهناك أصول في السياسة هم أدرى بها، والدليل على ذلك أن المملكة السعودية لم تتدخل ولم تتحدث على المستوى الرسمي في هذا الجانب. من الصعب أن تحكم الجماهير سواء في مصر أو في المملكة السعودية من آرائهم العاطفية التي مع الأسف الشديد أثارتها تلك الرسائل التي تأتي من طهران، وأعتقد ألمح لها أنها أكثر من مرة أن طهران يعني تنبئ بالرسائل وتحاول التشويش ما بين المملكة السعودية ومصر، ما بين الخليج ومصر في أكثر من مناسبة. المناسبة يجب أول شيء أن نوعي الشعوب سواء في مصر أو في الخليج أن هناك من يدير هذه الرسائل سواء عبر واتساب سواء عبر تويتر سواء عبر الفيسبوك أيا كان. العمق الاستراتيجي ما بين الشعبين ما بين شعب مصر والمملكة السعودية من الصعب جدا أن تخترق، لأنها لها مئات السنين ولها جذور إسلامية. مصر بالمناسبة هي مصر وباكستان الشعبين هذول ينظرون إلى المملكة السعودية على أساس أنها موقع الوحي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولذلك لديهم خط أحمر في 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 في, في العلاقة ما بين السعودية ومصر. وحاولت إسرائيل في زمن من أزمان 45 سنة إلى يومنا هذا وهي تحاول اختراق العلاقة ما بين مصر والسعودية لأنها فشلت. اليوم حاول أيضا نصر الله اللي هو طبعا البوق الإيراني الموجود في إذا حاول أيضا يثير الفتنة ما بين المملكة السعودية واليمن وبين المملكة السعودية ومصر في في في, في القتال الحالي في تحريره من المغتصبين. أنا أعتقد العمق الاستراتيجي كما ذكرت أخوي خالد علاقة نسب علاقة أخوة عروبة. بالمناسبة الشعب المصري من أشد يعني يعني الدول العربية في الاحتفاظ بعروبته وبمكانته، وليس للسعودية فقط، هو يحتمي ويحب العرب بشكل عام. ولذلك يعني اللي حصلت الآن الأبواب كما ذكرت قبل قليل في مقدمة كما ذكر يعني معليش خلينا نتكلمك صراحة فيها أسماء إعلامية كبيرة يعني كنا نتوقع أنها كانت أسماء في مصر في يعني كنا نتوقع ذلك ونتابعهم مثلا وحنا صغار يعني ظهروا، بل أنهم يمكن قابلوا يعني تزييف للحقائق صحيح إساءة المملكة. حتى واحد منهم يعني اتهم المملكة بدعمها للإرهاب من خلال يعني دعمها لتنحي بشار الأسد وأنه يعني يبتعد عن السلطة ودعمها للقرار يعني الفرنسي. يعني الموضوع أخذ أبعاد أخرى يعني وكانوا وبالبعض كانوا يقولوا أنه مصر لها سيادتها لا يمكن أن تلوي ذراعها في الأمر وتكلموا عنها يعني أمور كثيرة أخذوا صاروا محللين سياسيين صحيح. صاروا يتحدثون حتى بأسلوب شوارعي صحيح. في يعني في إساءتهم للمملكة. وأرجع وأقول إحنا كان بإمكاننا أن نرد بما هو أكبر صحيح. يعني في الموضوع، لكن العقل والحكمة والتأدب وحفظ المحبة والمودة ما بين الشعبين وكذلك يا أخي إحنا تتلمذنا عليه الإعلام المصري خلينا نقول بكل صراحة يعني أسماء كبيرة استفدنا منهم، لكن أن يكون الموضوع بهذا الشكل ويعني من المستفيد؟ خلنا نتكلم بكل صراحة بدأت فيها وتحدثت تمام عن الموضوع، لكن من المستفيد يعني من هذا؟ طبعا المثل يقول ليس كل سباح بحار، والنموذج اللي ذكرته في الإعلام المصري في الغالب يكون إعلام خاص، طبعا القنوات الفضائية خاصة، وإن كان كذلك هو يمثل الإعلام المصري في النهاية يمثل الإعلام المصري. طبعا المستفيد من هذا مثل ما ذكرت لك أنا هو إفساد العلاقة ما بين الشعب المصري والشعب السعودي من أجل إدخال إيران تحاول وتقاتل أن تدخل مصر بأي وسيلة، ولديها كافة الاستعدادات، إلا أن الحكومة المصرية الآن المتواجدة لديها حكمة لديها دراية لديها بعد سياسي لا يمكن أن تقبل هذا التدخل ولا يمكن أن تقبل حتى الدخول في شعب مصر. شعب مصر طيب، شعب مصر أخلاقي إلى درجة أنه يعني يؤمن بالعروبة بشكل الكامل، ولذلك المستفيد في هذا مثل ما ذكرت هم هؤلاء المستأجرين. ثق أن هؤلاء الإعلاميين لديهم مكالمات هاتفية لديهم اتصالات لديهم من يوجههم سواء كان من داخل مصر أو من خارج مصر، من لديه رغبة في أن تكون العلاقة ما بين السيسي وما بين الملك سلمان فجوة كبيرة. نعم أنا أؤكد أن كثير من الإعلاميين بغض النظر عن بعض الأسماء هو مدفوع لهم الثمن. لا يمكن أن يخرج إعلامي بهذا الصورة وبهذا القبح وبهذا الاتهام الغير مبرر وغير مثبت أن ندعم الإرهابيين أن يأتي بخبط عشواء، وإنما يحاول قدر ما يستطيع أن يرضي الطرف الآخر الموجه أو الذي وجهه. شيء ثاني أن تصويت مصر في 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 قرار الأسباني والفرنسي لا يعني ذلك نهاية مصر، هي لديها سياسة ولديها لكن هي تدرك تماما أن حتى تصويتها من 4 أشخاص هو فشل في القرار أصلا، ولذلك هي صح نعم قد
نكون قد نكون احنا كمحللين سياسيين نكون اخطات بالتصويت، لكن لو انها يعني اتبعت الصمت افضل من انها تصوت مع القرار او ضد القرار الاسباني. طبعا حتى تتضح هذه الرؤية أنا أتوقع خلال 3 أشهر القادمة، في ظني أنا أن العلاقات السعودية المصرية خاصة على مستوى السياسة ومستوى القيادة سيتضح معالمها خلال 2 أسبوع على الأكثر، عندما يزور حشد كبير من مصر، سواء كان من 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 أصحاب السيادة والقيادات في مصر أو من أصحاب بعض الحزبيات المعروفة المتعقلة تزور القيادة السعودية. وأنا أعتقد أنه لم تصل مرحلة الفتور، لكنها مرحلة اختلاف في الرأي ولا يفسد في الودي قضية. أحب أن أؤكد على كلام أخي خالد أنه يجب أن لا نربأ بهؤلاء الإعلاميين وخاصة في مصر. ترى لدينا حصلت مشكلة عندما تعين السيسي، ويكفي مصر فخرا ويكفي السيسي فخرا عندما أتى الملك عبد الله رحمه الله بالطائرة وزار عزار السيسي وبارك له في 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 المطار وهو في حالة صحية غير جيدة، ومع ذلك هذا يدل هذه رسالة والسيسي ذكرها وقبل رأس الملك، هذا دليل على أن مكانة مصر في المملكة السعودية لا يجب أن نساوم فيها ولا يجب أن تدخلها أي شيء من هذه الشكوك. الإعلام المصري مع الأسف الشديد بعض الإعلاميين المحسوبين على الإعلام المصري لم يدرك هذه السياسة ولم يدرك هذه المحبة ولم يدرك مع الأسف الشديد هذا طيب البعد. طيب يعني بعض الإعلاميين المصريين قاعدين يروجون المملكة تمن بعطائها صحيح لمصر صحيح وكأن يعني والرز تمام وأنه كأنه يعني مصر في النهاية نحن لا نشترى ولا يمكن تشترى هذا جزء من التشويش إرادة أوكي مصر السياسية، يعني يحاولون أن يضعوا هذه الصورة الذهنية، والمملكة عمرها ما منت بعطائها لأي للقاصي قبل الداني. برافو عليك، ولذلك أنا أقول لك يعني مصر قبل أكثر من 68 سنة أو 90 سنة كانت تقدم معونات لبعض الدول في شرق آسيا وكذا، ولم يعاب عليها ولم أحد يذكر بهذا بسوء. ومصر الآن يعني مصر الآن في ظروفها الحالية والظروف السابقة بحاجة إلى مد من دول الخليج، إن يد الله مع الجماعة، وهذا طبعا شد الأزر ما بين المملكة السعودية ودول الخليج وما بين مصر، هذا شيء طبيعي. حتى المملكة الآن قد تحتاج أحيانا إلى مد، يعني سواء مد عسكري مد سياسي مد معنوي مد نفسي، ما يمنع هذا الشيء، ولكن هؤلاء المشوشين يريدون أن يوسعوا الفجوة في هذا الجانب تحديدا. مسألة الرز ما الرز هذه طبعا تدخل تحت السخرية وتحت النكات الحقيقة اللي يستخدمها بعض الإعلاميين من أجل جذب أكبر قدر ممكن من المشاهدين وكذلك أيضا التأثير عليهم. أنا أعتقد أنه الإعلام السعودي استخدم الحكمة، استخدم العقلانية، من ضمنها قناتكم العزيزة استخدمت الحكمة في النقد، استخدمت الحكمة في 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 شرحنة هذا الموضوع. وأنا أعتقد مقال الإعلام المصري المتمكن الأخ مجدي أنا أعتقد أنه صور الواقع وصور التاريخ وصوره في الوقت الحالي صحيح. أنا أعتقد أنه يعني مصر والمملكة لن تهز، وأنا في ظني بل أنا عندي تفاؤل كبير أن السيسي سيكون لديه زيارة المملكة السعودية كما كانت في السابق، ولن يكون أي شيء من هذه الغوائية، هذه ظروف سياسية لهم رؤيتهم، وأنا أعتقد أن رؤية متفق عليها جميعا. صحيح أنه جت مفاجأة بالنسبة للمملكة السعودية كون تصويت عكسي، ولكنه لابد أنه لديه مبررات من يعني لا يجب يعني إفشائها للجميع. شكرا لك الأستاذ أحمد الركبان الإعلام السعودي، يعطيك العافية. شكرا. بس قبل ما نختم يعني نشكر أعيد وكرر أشكر أصوات الحقيقة العاقلة والمتعقلة يعني من الإعلاميين المصريين اللي تعاطوا مع الموقف، يعني كالاختلاف السياسي في الآراء موجود أيا يكن، لكن أن يدخل في الموضوع ويحاول أو يحاول بعض الإعلاميين المصريين تأجيج الموضوع يعني بإذكاء فتنة ما بين الشعبين أو ما بين القيادتين تكلم عن السعودية والمصرية، أو حتى بعض الإعلاميين السعوديين من يحاول أن يتحدث يعني في تويتر أو مواقع التواصل الاجتماعي ويحاول كذلك يعني أن يذكي الفتنة أو يتحدث بسلبية عما يتعلق ما بين العلاقة ما بين السعودية ومصر. نقول لهم مثل ما قال يعني الجميل مجدي الجلاد، عيب والله العظيم، وكل من يتحدث ويسيء للمملكة اعتدنا دائما ألا نقابل الإساءة بالإساءة، لأننا على يقين بأننا على حق ودوما نحن متضامنين مع رؤية قيادتنا. وأقول لإخواننا المصريين والشعب المصري، أنتم إخواننا وحبايبنا، حتى لو كان بعض الإعلاميين عندكم يحاولون أن يسيئون لمملكتنا الحبيبة ويشوهون صورتها، أنتم قبلهم تعرفون حقيقة المملكة وحقيقة محبة المملكة وتاريخ علاقات المملكة ومصر. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا على طاولة يا هلا لهذا المساء. غدا إن شاء الله نصافحكم في تمام الساعة 8، ألقاكم في حين. أما الآن أترككم مع الزميل يحيى الأمير مع يا هلا الليلة، وسيناقش
صندوق سوفت بانك الذي تم توقيع الشراكة ما بين سوفت بانك وصندوق الاستثمارات العامة، ولكن بعد الفاصل.